إن الفجوة بيننا وبين النصر واسعة، لأن للنصر شروطا لن يتحقق بدونها. يقول الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. أيها المسلمون، من الذي ينصر الله؟ استمع إلى الجواب من كلام الله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نعم، المستحقون للنصر هم الذين إن مكنهم الله في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر.